كيف يمكن لسفينة فضائية غريبة أن ترسل رسالة إلى الناس على الأرض؟ بالنسبة لكيفية إطلاق رسالة من قبل كائن طائر غير معروف إلى سكان الأرض، هذا موضوع يثير التخمين والخيال، حيث لا يوجد دليل علمي أو اتفاق عالمي على الطريقة المثلى. ومع ذلك، إليك بعض السيناريوهات الإبداعية والتخمينية. الاتصال بوساطة التلقين، إشارة تلقائية مباشرة تتواصل مع عقول الأفراد حول العالم، تتجاوز حاجز اللغة. أنماط ضوء في السماء، يقوم بإنشاء أنماط ضوء معقدة أو عروض هولوغرافية في السماء تشكل رموزاً أو رسائلاً مرئية للناس على الأرض. بث عالمي، يبث عرض هولوغرافي ضخم أو عرض بصري يمكن رؤيته من قبل الجميع على وجه الأرض، يقدم رسالته بلغة يفهمها ثقافات متنوعة. موجات الراديو أو الإشارات، يبث موجات راديو أو إشارات يمكن استقبالها وترجمتها باستخدام أقمار صناعية أو أجهزة اتصال متقدمة على مستوى العالم. دوائر الحقول أو الفن الأرضي، يقوم بإنشاء أنماط أو رسائل معقدة في دوائر الحقول أو الفن الأرضي الكبير قابلة للرؤية من السماء، يوصل رسالته من خلال جغرافيا الأرض. رابطة مباشرة مع العقول، يقوم بإنشاء اتصال مباشر مع الأفراد، ينقل الأفكار والرسائل إلى عقول الناس دون الحاجة إلى أجهزة خارجية. إشارات رياضية مشفرة، يبث إشارات رياضية أو أنماط مشفرة يمكن فك تشفيرها، تكشف عن رسالة قابلة للفهم لعلماء الرياضيات والعلماء في الأرض. تداخل مع التكنولوجيا، يقوم بتلاعب الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الاتصال، مسبباً اضطرابات تشكل نمطاً أو رمزاً مقصوداً لنقل رسالته. عرض سماوي مدهش، يقوم بتنظيم عرض سماوي ساحر، يتلاعب بالنجوم أو الكواكب أو الظواهر الجوية لنقل رسالة قابلة للرؤية للجميع على وجه الأرض. يبث جربة واقع افتراضي تفاعلية يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد، حيث يتم نقل الرسالة من خلال سيناريوهات فائقة وشخصية. من المهم أن نلاحظ أن هذه السيناريوهات هي مجرد تخمينات وتصورات وتأتي في سياق الخيال العلمي. القدرات والطرق الفعلية للتواصل من قبل أي حضارة فضائية محتملة تظل غير معروفة. شكراً على المشاهدة، يرجى الإعجاب والاشتراك والمشاركة.